بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إن الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والمعافاة والأهل. كذبت عدونا وبسطت رزقنا ووسعت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. ثم نورك فهديت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهنئها. تطاعك تستر وتعطى فتغفل وتجيب المضطر وتكشف الضر. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد حمدا كثيرا كبيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احق من ذكر واحق من عبد واعظم من ذكره وارأف من ملك واوسع من اعطى واجود من بسط. المبدئ المعيد الفعال لما يريد بالعرش المجيد والبطش الشديد. سبحانه من اله اعطى ومنع ووصل وقطع. القلوب اليه مفضيه والسر عنده علانيه. الحلال ما احل والحرام ما حرم والدين ما شرع والامر ما قضى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. عباد الله، ربكم ذو رحمة واسعة
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. ربكم لا إله إلا هو أعطى ومنع ووصل وقطع أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أيؤمل غيره والخير كله بيديه؟ أيرجى غيره لنائبة والخير كله بيديه؟ أيلجأ إلى غيره ويطرق بابه بالبكرات وبيده مفاتيح الخزائن وهو الحي القيوم؟ من ذا الذي عمله لضائقة فقطع به؟ من ذا الذي عمله لعظيم أمر فقطع به؟ من ذا الذي طرق بابه فلم يفتح له؟ هو غاية الآمال، كيف تقصر الآمال دونه؟ هو غاية الآمال، كيف تقصر الآمال دونه؟ أيبخله عبده وهو الواسع المعطي؟ أيبخله عبده وبيده مفاتيح الخزائن؟ ولو أن أهل السماوات والأرض أعطى كل منهم سؤله حتى بلغ كل منهم أمله، ما نقص ذلك مما عنده قلب ذرة. أينقص ملك هو قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمته، ويا بؤسا لمن عصاه وثوب على محارمه. هو الواجد الماجد الجواد، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟
أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يده ملآلة تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام رب السماوات والأرض رب المشرقين ورب المغربين رب كل شيء ومليكه إليه توجهت الرغبات إليه توجهت الطلبات رب السماوات والأرض مالك الملك لا شريك له في ملكه يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعطي من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء ويخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء وأحاط به علما وأحصى كل شيء عددا خلق الخلق وقدر لهم أجالا خلق ما كان وعلمه ويخلق ما يكون ويعلمه له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين أعطى وأغنى وأقنى وأمات وأحيا وقدر وهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون خالق الكون وما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه قدر كل شيء وأحاط به الخلق خلقه والأمر أمره والعبد عبده سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله عظيم غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
من ذا الذي يقدر على أن يعاديه؟ من ذا الذي يقدر على أن يحاربه؟ من ذا الذي فتطاول يده إلى جنابه سبحانه؟ سبحانه هو الواحد القهار، سبحانه هو الواحد القهار، رب الخلق ورب الكون ومالك الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. من عادى له وليا فقد آذنه بالحرب، ومن ذا الذي يجرؤ على حرب المليك سبحانه وتعالى؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يؤذن بحرب من الله عز وجل؟ أفظننتم أنه تارك من كفروا؟ أفظننتم أنه تارك من ظلموا؟ فوعزته وجلاله لولا القدر الذي وضع بينه وبين خلقه لبطش بهم بطشة جبار، يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار. فإذا أمر السماء حصبتهم، وإذا أمر الأرض ابتلعتهم، وإذا أمر الجبال دمرتهم، وإذا أمر البحار أغرقتهم، ولكنهم هانوا عليه وسقطوا من عينه ووسعهم حلمه واستغنى بما عنده. هو والجن والإنس في نبأ عظيم، يخلق ويعبد غيره ويرزق ويستر سواه، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتحدب إليهم بالنعم وهو الغني عنهم، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أكثر شيء إليه. إنهم يكيدون كيدا، وأنت يا ربنا ماذا تفعل؟ وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخبرنا الى اجل قريب يجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم تزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. يجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب، وليذكر أولو الألباب. مشهد من مشاهد العباد يشاهده الخلق فيدركون أن رأس مالهم الفقر إليه. مشهد الربوبية يشهده الخلق فيدركون أن رأس مالهم الفقر بين يديه،
والرغبة إليه واللجوء إلى باب الكريم. اللجوء إلى باب الكريم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ذلكم يا عباد الله هو باب العز، والذي نفسي أنفسكم بيده، لن نعز إلا بظل بين يدي الله، والذي نفسي أنفسكم بيده لن نغنى إلا بالفقر بين يدي الله، والذي نفسي أنفسكم بيده لن ننال الأرض ولن نرثها إلا إذا ملك القلوب منا ربها، إلا إذا أذعنت النفوس لخالقها. يقف العبد بين يدي ربه يسأله مسألة الفقير ويبتهل إليه ابتهال المسكين ويبتهل إليه ابتهال الخاشع الضرير. يسأله ويد الله ما الآلة تغيضها نفقة، ويشكو إليه حال نفسه وحال أهله وحال أمته، ويد الله ما الآلة تغيضها نفقة، وعطاء ربكم واسع. يقف العبد فيقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ذلكم هو باب العز، باب العز يا عباد الله. مدحت الربوبية وأن نعلم مقام الله عز وجل فنخافه، وأن نعلم قدر الله عز وجل فنقدره قدره. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، أعظم محبوب وأرجى مسؤول. كل حب لغيره ذل، وكل غنى لغيره فقر، وكل تكثر بسواه ضعف وقلة وذلة. فاستقيموا إليه واستغفروه، فويل للمشركين. فتوبوا إليه توبة نصوحة ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوحة. وأعلن الفقر بين يديه وعلى عتباته، فذلكم والذي نفسي وأنفسكم بيده مفتاح الغنى في الدنيا والآخرة، ورأس مال العز في الدنيا والآخرة. فإن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا. إن لله عبادا مكرمين، خلقهم له وخلصهم إليه وأكرمهم، فإذا سألوه أعطاهم، وإذا سألوا منه مد يده إليهم وبسط عليهم كنفه. فاسألوه فعطاؤه كثير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. عباد الله، هذا ربكم الذي بيديه نعصيكم، بيديه النواصي خشعت له القلوب وعنت الوجوه للحي القيوم. أما نحن فعبيد فقراء، والذي نفسي أنفسكم بيده فقراء إلى الله، ضعفاء بين يديه، عاجز إذا عطش عاجز إذا استهيت عاجز في كل أمرك وحولك وقولك. فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ربكم
هو الغني ما يعبأ بكم ربي ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ذلك المقام الذي ينبغي أن نقومه بين يدي الله وأن نذكر أنفسنا به بين يدي الله ونعلم أننا مقصرون لا شك في جناب الله عز وجل وأننا مخطئون فنعلنها توبة نصوحة ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوحة يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تستغل بما خلقته لك عما خلقتك له أنت حظ الله عز وجل أنت عبد الله سبحانه أنت ملك ربك عز وجل ناصيتك بيده أنت ملكه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك وكل شيء أدى ما أمر به إليك فهل أديت ما أمرت به لربك كل شيء في الدنيا أدى ما أمر به وأقام العبودية لله عز وجل فيك فهل أقمت في نفسك العبودية لربك له هل أقمت في نفسك العبودية والذل والفقر إليه السماوات والأرض قالتا أتينا خائعين كل شيء في الدنيا أمر فأطاع كل شيء في الكون أدى حق الله لك وجاء دورك أنت فهل بذلت من نفسك لربك يا عبد الله أنت أسير ربك يا عبد الله أنت ملك سيدك يا عبد الله اعلم أنه لا حظ لك من نفسك التي بين جنبيك تخلصها لربها وزكها لباريها واعلم أنك مجنون بين يدي ربك محشور بين يديك سائلك عما استرعاك فيه يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقدرت لك الرزق فلا تتعب فإن كثر فلا تفرح وإن قل فلا تحزن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون اطلبوا ربكم فأنتم في هذه الدنيا عبيده وقتل القلوب وقتل القلوب على أنها مأمورة بأمر سيدها ومرتهنة بأمر بارئها فلا حظ لكم من أنفسكم لا حظ لكم من أنفسكم اطلبوا ربكم وابتغوه يا ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن خبتك فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن خبتك فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء لكل شيء إذا ضيعته عوض وليس لله إن ضيعت من عوض لكل شيء إذا فارقتموه عوض وما لكم عن ربكم إن فارقتموه عوض لكل شيء إذا تركتموه عوض أما ربكم فما لكم إن تركتموه من عوض أعرض الناس عنه أعرض الناس عنه وتكبروا بغيره وبانوا نسياه وعملوا لغير الله عز وجل
عباد ما عرفوا عنا بلا جرم ولا معنى أساءوا ظنهم فينا فهل أحسن الظن فإن عادوا فقد عدنا وإن كانوا كما كنا وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى الله غني عنا وعن عملنا غني عنا وعما ملكت أيدينا غني عنك وعما تقدمه من نفسك لدينه ولكنه لنفسك إن أردت له نجاه ربك غني عنك وأنت الفقير إليه يتحبب إليك بالنعم وهو الغني وتتبغض إليه بالمعاصي وأنت الفقير المحتاج وأنت المسكين العاجل الذي في حاجة إليه في كل نفس وتنفسه وفي كل مقتصد من تنبضها أنت المحتاج إليه الناس 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 يعصونه جهرا فيكثرهم العبد ينسى وربي ليس ينساه خلقوا انفسكم لله واعلموا ان القلوب لربها احذروا الذنوب احذروا الذنوب على انفسكم فانها تميت القلوب احذروا الذنوب يا عباد الله اصبحوا لله في توبة وانتوا له في توبة فان الموت ياتي بغته لا ياتينكم الاجل وانتم على معصيه فلا تجدوا لكم عند الله حجه خذوا منه ولا تحقروا من الذنوب شيئا فان الصغير غدا يعود كبيرا ان الصغير ولو تقاد مع عهده عند الله من قصر تسطيرا فاجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وسمرا تسميرا ان المحب اذا احب الهه صار الفؤاد والهم التسطيرا فسل هدايتك الاله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا لا تأمنوا الذنوب ولا تأمنوا مكر الله فإن المؤمن يرى ذنوبه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه وإن الفاسق يرى ذنوبه كبعوض وقع على يده فقال به هكذا وبه هكذا ولا تأمنوا عواقب الذنوب لا تأمنوا عواقبها فإنها تميت القلوب يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته وما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمته قلة حيائك ممن عن اليمين وعن الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب فضحكك وانت لا تدري ما الله صانع بك اعظم من الذنب وفرحك بالذنب اذا ظفرت به اعظم من الذنب وحزنك على الذنب اذا فاتك اعظم من الذنب وفرحك بالذنب اذا ظفرت به اعظم من الذنب وخوفك من الريح إذا حركت فكر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب عباد الله ذلكم ربكم الذي وسعت رحمته كل شيء وناداكم يا عبادي فاتقوني وتحبب إليكم وها نحن أولئك عباد أنعم وأعطينا وأعطى وقصرنا فتوبوا إليه واستغفروه واعلموا أن حلم الله الأوسع من أن يضيق عن عبده من عباد الله
اعلموا ان رحمة الله لا ينفع من ان تضيق عن فارق باب الله. فلما دنا ذنبي وحانت مآلمي جعلت رجائي نحو عطلك كلما تعاظم من ذنبي. فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما. يا رب عبدك قد اتاك وقد اتى وقد هتى يكفي منك حياه من طول ما قد افلتا. جمع الذنوب على الذنوب الموبقات واردفا. وقد استجار بذيل عفوك من عقابك من حفا. رب اعف عنه وعافه ولا انت الى من عفا. يا من يبغي عنك الوجوه بيض وجوهنا بالنظر اليك واملا قلوبنا بالمحبه لك. يا من قطع العابدون اليه بالليالي نسالك مغفره بها تمحو ذنوبنا. يا ارحم الراحمين ارحم عند الموت ضعفنا وطاقتنا واقبل عن بعد الموت توبتنا. اللهم امرتنا فعصينا ونهيتنا فرفدنا وهذا احنا الضعفاء فاغفر لنا. نسالك مسألة الفقير ونبتلون اليك ابتهال المسكين من ذلت لك رقبته وبانت لك عظمته وجرت لك عبرته وخضعت لك نفسه ورغم لك انفه. نسالك ان تغفر منا الذنوب وان تطهر منا القلوب وان تقبلنا عندك في التائبين. اللهم يا من اظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالذريه ولا يهتك التك. يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه يا مبتديا بالنعم قبل استحقاقها يا عظيم المن يا كريم الصفح يا صاحب كل نبيا يا منتهى كل تقوى. نسألك يا الله أن تقينا عذاب النار وأن تقبلنا عندك في التائبين وأن ترزقنا توبة نصوحا. اللهم عبادنا عبادك غيرنا كثير وليس لنا سيدي سواك. يا ربنا خلقك غيرنا كثير وليس لنا رب سواك. يا ارحم الراحمين علمك بنا بالغ وجهلنا على انفسنا شديد. لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ظلمنا انفسنا. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا سيئتاه منك وإن عفوت. يا سيئتاه منك وإن عفوت. يا خزنتاه منك وإن صفح. يا ذنوباه وإن غفرت. يا أرحم الراحمين عنت لوجهك الوجوه. عنت لوجهك الوجوه. اللهم إنا دعفاء مساكين فأعزنا وأكرمنا بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا. وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها لك صبرنا. يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا.
ويا من رانا على المعاصي فلم يفضحنا يا ذا الايادي التي لا تخفى ابدا ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا نسألك أن ترفق بنا وأن تأخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم أخل عثرتنا اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واخذ الدين عن المدينين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانصرانا اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا عبادي الذين اشركوا على لا تقوموا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وبركاته رسلا مستاكرين أن تقول لو أن الله هداني لكنتم المستقيم أن تقول حين ترى العذاب لو أنني كرية فأكون من المستقيم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين فيوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وَلِنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أتغير الله تأمنون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الكافرين بل الله تعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات من يمينه
سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم تدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.